بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم متابعي قناة ميدو دي زاد على اليوتيوب. أهلا بكم في شرح جديد لهذا اليوم، والذي يتمثل في تحويل نسخة البي او اس 2020 من النسخة لايت إلى النسخة كاملة عن طريق وضع بعض الملفات التي سنقوم بتحميلها عبر الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو. إذا أول شيء سنقوم به هو تحميل لعبة الـ POS 2020. كل ما علينا هو فتح برنامج ستيم. برنامج ستيم أظن أن أغلبكم يعرف هذا البرنامج. من ليس لديه البرنامج يقوم بتحميله وفتح حساب. طريقة فتح الحساب سهلة جدا، أظن أنها لن تحتاج لأي شرح. كل ما عليك هو إدخال البيانات الخاصة بك فقط. إذا بعد تثبيت برنامج ستيم وفتح حساب، ستتوجهون هنا إلى المجازين ثم الضغط على POS 2020. ها هي جراتوي، النسخة مجانية. بعد الضغط عليها مباشرة سوف تتجهون إلى هنا. أنا لدي اللعبة مثبتة، لهذا لن تظهر لي نافذة التحميل. مباشرة تظهر لي نافذة اللعب. إذا قمت بالضغط هنا ستفتح معي اللعبة. إذا أنتم ستجدون هنا تحميل أو تيدي شارجي، تقومون بالضغط على تيدي شارجي. بعدها ستقومون باختيار مجلد اللعبة. هناك من يختار السي الاف، المهم القرص الذي به مساحة كبيرة، لأن حجم اللعبة أظن أنه في حدود 24 جيجا بايت. إذا بعد الضغط على تحميل كما قلنا نترك اللعبة تحمل. على حساب سرعة النت قد تستغرق 10 ساعات أو أكثر. إذا بعد تحميل اللعبة سوف نتجه إلى المجلد الذي قمنا باختيار ما تثبيت اللعبة فيه. مثلا أنا قمت باختيار القرص F. القرص F، نتجه إلى ستيم. ستيم كومو، ها هي اللعبة مثبتة. إذا عند تحميل اللعبة مباشرة من برنامج ستيم والدخول إليها لم تظهر لنا لا جميع الأندية ولا الدوريات ولا البطولات. عند تثبيتها أول مرة من برنامج ستيم ستكون النسخة عبارة عن نسخة لايت، أي نسخة خفيفة بها بعض الأندية، ونقوم بلعب مباريات عادية فقط مدتها 8 دقائق فقط. وهنا أيضا بوجود 4 ملاعب وبمستويين العالي والسهل فقط. إذا بعد تحميل اللعبة لايت وانتهاء تثبيتها من برنامج ستيم، سنقوم بتحميل الملف الموجود أسفل هذا الفيديو. ها هو الملف بعد تثبيته، بعد تحميله عفوا. إذا بعد تحميله سنقوم بفك الضغط عليه هكذا. إذا بعد فك الضغط ها هو الملف، ها هي الملفات. كل ما علينا هو القيام بنسخها ثم التوجه إلى مجلد تثبيت اللعبة ستيم كومو، ها هو المجلد، ثم نقوم بنسخ الملف بلصق الملفات عفوا. سوف هنا يقول أن الملفات موجودة، هل توافق على الاستبدال؟ نعم، نقوم بالضغط على الموافقة على الاستبدال. بعد الموافقة على الاستبدال إلى هنا انتهينا من تحويل اللعبة من النسخة المجانية أو عفوا اللايت إلى النسخة الكاملة. سنقوم بتجريب اللعبة للتأكد من تحويلها. التوجه إلى برنامج ستيم ثم الضغط على جوي ان جو او لعب اللعبة. ها هي اللعبة تفتح معنا بشكل عادي. ايضا توجد هنا ميزة اللعب اونلاين، كل هذا مجان. فقط قم بتحميل الملف ونسخ الملفات ثم لصقها بمجلد اللعبة.
واستمتع بكل صلاحيات اللعبة الكاملة. اللعبة المدفوعة عبارة عن أنها لعبة مدفوعة. إذا ها هي اللعبة تفتح معنا بشكل عادي. سوف نتأكد من وجود جميع الأندية البطولات. هنا لاختيار الدولة، إن لم تكن دولتك موجودة سنختار هذا الاختيار الأخير Other P. سأقوم بتجاوز لتجريب اللعبة فقط. إذا ها هي جميع الدوريات موجودة، الدوري البلجيكي. نتأكد من وجود كبار الأندية. هنا الأرسنال، ليستر، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد. إذا كما ترون كل الفرق موجودة. نتأكد من وجود فريق PSG. ها هو فريق PSG. الدوري الإيطالي، يوفنتوس، الآن في يوفنتوس هي موجودة. الأنتر، بقية الأندية، ميلان، بارما، نابولي. الدوري الإسباني، FC برشلونة موجودة، وريال مدريد أيضا موجودة. نعود للدخول إلى البطولات، كوب نوفو. إذا ها هي البطولات موجودة بشكل عادي. ماي كلاب، ليك دو ماستر أيضا موجودة. أيضا نتأكد من وجود جميع الملاعب. هاي هي جميع الملاعب 53 موجودة. نقوم بتجريب اللعبة للتأكد من اشتغالها بشكل عادي. إذا كما ترون اللعبة شغالة بشكل عادي. اللعبة رائعة وجميلة، أظن أنها أفضل بكثير من نسخة 2019، خاصة من ناحية جودة الملاعب وجودة الصورة، فهي جميلة وجميلة جدا. إذن بعد التجريب كما ترون سأقوم بالخروج من اللعبة. وبهذا نصل معكم أعزائي إلى نهاية شرح هذا اليوم المتمثل في تحويل لعبة البرو في 2020، إنها من نسخة لايت إلى نسخة كاملة. كما أرجو منكم دعمنا في القناة لتقديم المزيد إن شاء الله بالضغط على زر إعجاب وزر اشتراك في القناة. والسلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.